اوكي. لا مشي 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 تانية يعني سوري. ان شاء الله هنخلص اثنين ان شاء الله البنات تبتدي في وقتها يعني ده عشان ايه بقى هي دي تانية هحتاج برضه في السيشن الجاية مش صعب ان احنا نتأخر في السيشن بتاعت دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر دكتورة غدا كل الشكر إن هي حققت مطلب جماهيري من الناس دلوقتي محتاجة فعلا تسمع وتعرف توبيك زي ده، وبشكرها أكتر إن هي سمحت لي إن أنا اللي أقدمه. وقبل أي حاجة يا جماعة الكلام ده كلنا عندنا نفس الكلام اللي هيتقال. أنا بعتذر جدا عشان أقاطع حدث في المؤتمر، بس بما ان انت بدات بشويه ورد تديهم لي او كلمات شكر فانا برضو حابه اقول حاجه في حق محمد. محمد باحث دكتوراه، بس انا ومحمد ريفيورز في ساينتفك جورنالز، احنا الاثنين مع بعض. محمد عنده سكيل كبيره جدا 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 بتاعت ريسيرش ما شاء الله، بالرغم ان هو يعني كارير الاكاديميا ما طرحلوش كده هديه من عند ربنا، لا هو بيشتغل في الاندستري ومع ذلك طور مهاراته البحثيه بشكل كبير جدا الى ان هو يعني اصبح في لجان حكم خاصه بمجلات عالميه زي اي ديستنجوشد بروفيسور عالميين حتى بيحكموا في هذا المنصب. ربنا يبارك فيك. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. الف الف شكر. هي الفكره بسيطه يا جماعه ان احنا لما هنبتدي نعمل بحث، هي البحث سهل مش صعب، اي واحد بيعمل بحث ده سهل. المشكله ان انا اقول البحث ده عباره عن ايه، يعني اوري للناس انا عملت بحث واقول الايدنتيتي كباحث بتاعتي انا اهو، انا مجهودي اهو وانا كباحث اهو. انا ممكن اعمل عشان متطلبات درجه بحث واثنين وثلاثه واحطهم في اي جورنال محليه، مش هقول انا ما بتكلمش، انا مش قصدي ان اجرح في الجورنالز المحليه، بس هنعرف فيما بعد ان الجورنال المحليه مش هتنفعني كباحث لسبب معين. انا ما بعملش بحث عشان يتحط على رف يعلوه التراب زي ما بيتحط في مكتبات الجامعات المصريه. انا النهارده من 16 سنه بدات التمهيدي ماجستير، كان النظام بتاعنا مختلف تماما عن النظام الموجود دلوقتي. كان الابحاث بناخدها بالتراب بتاعها فعلا من المكتبات، ما كانش فيه الانترنت الوود وايد ده، وكنا بنتعب عبال ما بنجيب البحث. النهارده كل حاجه متاحه، لكن للاسف احنا اللي يعني تهاوننا في حق نفسنا كباحثين. احنا عندنا امكانيات وما عندناش مهارات. لان انا هبدا من نفس النقطه اللي انتهت ليها التيوتوريال الجميله بتاعت استاذ راند، ان احنا لازم نطور من نفسنا عشان نقدر نقول احنا اهو، عشان بعد كده نقدر نحط رجل على رجل ونقول انا ريسيرشر، عشان بعد كده يجي لي انفيتيشن ان انا تعالى عندي ابقى ريفيور زي ما حصل معايا. تمام. اول حاجه لازم اعرف ان انا بعمل بحث لازم انشره اوصله للناس، فلازم يبقى فيه انتشار. عشان يبقى فيه انتشار لازم يبقى فيه سايتيشن. ايه فكره السايتيشن دي؟ المرجعيه، ايه عدد الابحاث او عدد الاوثرز اللي رجعوا لي للبحث بتاعي اللي انا نشره. لدرجه ان الجامعات المصريه دلوقتي بتعمل اوورد للموست سايتد بيبر في كل توبيك في كل جامعه مصريه، يعني الدكتور فلان عمل بحث بره والدكتور فلان عمل بحث بره والدكتور فلان عمل بحث بره، الستاف بتاع الجامعه، الدكاتره اللي في نفس التخصص، انهي فيهم واحد بقى موست سايتد بره؟ الناس بره عرفوا ان احنا عندنا كجامعه اسكندريه الباحث الفلاني وتراجع على بحثه كم مره بره، ده بقى موست سايتد، بقت اوورد وبتتاخد كل سنه، يمكن ما حدش يعرف عنها حاجه. فالجامعات بقى عندها الاويرنس ده. لازم احنا كمان كباحثين يبقى عندنا نفس الاويرنس، وان احنا نبقى ديستنجوشد بره مش ديستنجوشد هنا بس. عشان نبقى ديستنجوشد بره لازم يبقى في سايتيشن. يبقى ازاي يبقى في سايتيشن؟ ان انا احقق انتشار يبقى لازم يبقى عندي معايير، والمعايير دول اربعه. الاربع معايير دول هم اللي هيحددوا لي ان هنتشر ازاي وهبقى موست سايتد ازاي. اول حاجه لازم يبقى ان هي، ودي اهم حاجه، التحكيم. لازم المكان اللي انا انشر فيه يكون فيه تحكيم. تحكيم يعني محكم، سواء مؤتمر علمي او دوريه، لازم يكون خاضع لمعايير
وارشادات وجايد لاينز بتاعت الجهات الرائده في الموضوع ده. الجهات الرائده كتيره، يعني مثلا في المحاسبه احنا عندنا تريبل اي، عندنا في الـ في الـ في الانفورميشن سيستم والاي تي في اي تريبل اي، دي جهات بتدي جايد لاينز ان انا لما اعمل ريسيرش لازم اعمله بشكل معين. انا هتكلم على المؤتمر هعمل اسقاط على الاي سي تي ان اور لايفز، اي سي تي ان اور لايفز ريفيود بي ريفيود. نمره 2 في الخضوع لمعايير الجهات، انا لما حضراتكم الاوثرز اللي كانوا في الاي سي ان اور لايفز دكتوره غاده فضلت وراهم قالت لهم انت لازم تبقوا ستريكت للجايد لاينز بتاعت الاي تريبل اي، وكل الناس عارفه كده كويس. تمام. الحاجه الثالثه انه يكون متاح على النت. طبعا عمري ما هعمل بحث في مكان واحاول اوصله للعالميه وهو مش متاح على النت، يبقى حاجه يوزلس يعني. تمام. والحاجه الرابعه الاعلى تقييم في مجال التخصص، ودي فيها معيارين، في معيار منهم اللي هو الامباكت فاكتور، دي نمره واحد في الدورات العلميه في الاختيار، يعني انا هتبقى عينيا نمره واحد على الامباكت فاكتور، دي هنوضحها في مكانها. بالنسبه للتحكيم، التحكيم ده بيبقى بير ريفيو، يعني باحث زي زيه عمل ابحاث في نفس المجال اللي انا عملت فيه، فالمحكم في نفس يعني باي حال من الاحوال هو باحث وعمل ابحاث في نفس المجال اللي انا عملت فيه. لما بيتقدم بحث لجهه معينه بيرجع للباحث اللي هو عمل نفس او بحث في نفس المجال وبيديهوله بيقول له لو سمحت حكم البحث ده. ليه؟ لان هو اقدر واحد ان هو يقيمه لانه عمل بحث في نفس المجال. تمام. يعني حدي حضراتكم مثال، كل واحد فيكم عمل رساله ماجستير او رساله دكتوراه، الموضوع بتاعه ده بالنسبه له يعني مش عايز اقول ده، لو حط رجل على رجل هو بيتكلم فيه، لو حد ساله في كلمه صغيره هيحط رجل على رجل ويتكلم فيه. ما بالك لو واحد انت عامل رساله ماجستير وجاب لك بحث قال لك حكم لي البحث ده في نفس الموضوع بتاع رساله الماجستير بتاعتك، هتحط رجل على رجل وهتعرف تتكلم وهتطلع مواطن الضعف ومواطن القوه. الحاجة المهمة التانية، أنا عندي ثلاث أنواع من التحكيم. البير ريفيو ده فيه ثلاث أنواع، البلايند بير ريفيو وده حاجتين، والأوبن بير ريفيو. إن ندخل على الأوبن بير ريفيو، المحكم والباحث الاتنين معروفين اسمهم لبعض. في عندنا السنجل بلايند ريفيو، اسم المحكم بس هو اللي بيبقى محجوب عن الباحث. في الدبل بلايند بير ريفيو، وده الأكثر انتشارا والأكثر شيوعا دلوقتي. ليه؟ لأن فرضنا واحد بيحكم بحث لاستاذه مش هيقدر يديله الكومنتس الصح، هو عارف خلاص ان ده البحث بتاع استاذه. واحد تاني بيحكم بحث هو مشرف عليه مش هيقدر يقوله ده مواطن ضعف بعد ما عملت انا البحث، خلاص انا عدت مني ازاي وانا مشرف عليك. بلاش كده وكده. واحد زميلي، واحد تربطني بيه علاقات ماليه زي ان هو السبونسر بتاع البحث بتاعي، في جهات بحثيه معينه بيبقى فيها معامل، في ابحاث مقفوله، هو السبونسر بتاع المعمل، اداني المعمل جاي يحكم هو، في فاينانشال يعني حاجه مش ممكن يعني. تمام. فالبلايند بي ريفيو هو اكتر الاشكال تحكيم انتشارا. ده مثال لتحكيم دورية علمية عالمية، وعلى فكرة معظم الدورات العلمية العالمية بتحكم بالطريقة دي. أول حاجة السبميشن فوق في بيزك كرايتيريا، الإديتور بيبص عليها، ماتشنج لموضوع الجورنال ولا لأ، ماتشنج للأوبجيكتيف ولا لأ، وفي نفس الوقت البيبر دي فاليد علميا ولا لأ مبدئيا كده. تمام. لقاها مش ماتشنج مش فاليد هيروح خلاص عمل ديكلاين للعمليه بحالها من اولها، لقاها ماتشنج بيدي الاثنين ريفيور، الاثنين ريفيور دول بيحكموا، لو قرارهم مش مطابق مش هيكملوا، هيديله لريفيور تالت عشان يرجح راي من الاراء، لو ان ارائهم ماتشنج هيدي للريفيور الرابع بتاع اللانجوج عشان يبقى البيبر اللانجوج بتاعها صح جراماتيكال، واي مشاكل في اللانجوج تقدر ايه يقول ريكومندز فيها. عدينا العمليه دي، وصلت الاوثر، الاوثر جاله تعديلات عدلها، يرجع للاربعه ريفيور مره ثانيه يشوفوا الكومنتس دي هل اخذها في الاعتبار ولا لا. في الحاله دي لو هو اخذها في الاعتبار نكمل وندخل بقى حته ان احنا هناخد ترتيب في النشر، او لو ما اخذهاش في الاعتبار بشكل جزئي نرجعها له تاني نقول له فيردر ايه امبروفمنت على البيبر، او لو مش ما خدهاش في الاعتبار خالص وضرب بيها عرض الحائط ممكن الباحث نفسه مش عاجبه حاجه من الكلام اللي اتقال خلاص، ففي الحاله دي بيعملوا ديكلايننج للعمليه وبيقولوا له شكرا مش هنقدر ننشر لك البيبر. الاعتبار التاني الجهات الرائده، لو اتكلمنا هنتكلم على الاي تريبل اي عشان احنا في اي سي تي ان اور لايفز. الاي تريبل اي دي جهه
طبعا معروف ان هي جهه رائده في وضع معايير في الانفورميشن تكنولوجي انفورميشن سيستم ديسيجن سبورت في الالكترونكس. يكفي ان احنا نعرف اي موبايل مسكين وفي ثلاث معايير على الاقل من الاي تريبل اي في الموبايل ده، واحد في الواي فاي، واحد في البلوتوث، واحد في 3 جي او 4 جي. تمام، الاي تريبل اي 1 و 2 و 3 و 4 ده معايير بتاع الاي تريبل اي. فلازم الاي تريبل اي نبقى ستريكت ليها في اي مؤتمر، حتى لو المؤتمر مش منشوره البروسيدنجز بتاعته على الاي تريبل اي. دكتوره غاده جاهده حقيقه مشكوره جدا، بدات البروسيس ان هي تجيب الاعتماد بتاع الاي تريبل اي للمؤتمر، ومبدئيا اعتماد المؤتمر في الاي تريبل اي، يعني الاي تريبل اي عندها ساوند ان في حاجه اسمها اي 16 اور لايفز في اسكندريه كل سنه، وكمان ليها رقم ايداع دولي لمجلد الابحاث بتاعها. البروسيدنجز ليه رقم ايداع دولي، ودي حاجه مهمه ودي هنقولها في المرحله اللي جايه. المهم ان اي تريبل اي عرفت. طب في حاجه اعلى كمان، مش مجرد ان هي تعرف ويبقى ليستد في الاي تريبل اي، لا، الاي تريبل اي كمان بترفع البروسيدنجز عندها، ودي اعلى واعلى. انت الاي تريبل اي بروسيدنجز بتدخل عشان تجيب بيبر منه بتدفع، وفي كوبي رايت بتمضيه كأوثر قبل ما بتعمل البحث بتاعك في المؤتمر، لان بقى خلاص كوبي رايتد. فعارف يعني ايه بقى ان انت تبقى باحث البحث بتاعك مرفوع على اي تريبل اي، كوبي رايتد، موجود بره وبيدفع عليه فلوس، انت ما بتاخدش الفلوس، انت بتدفع كوبي رايت، هم هياخدوا فلوس، مفيش مشاكل. انت كباحث بقى بقيت معروف، اعمل سيرش باسمك هتلاقي اسمك موجود بره في امريكا في الاي تريبل اي، لكن مش هنا. مش مجرد ان انت بقيت موجود على النت كاسم بيبر، لا، الابستراكت موجوده وكمان البيبر موجوده وبيدفع عليها فلوس، يعني انت بقيت متميز. متصور انت لما تدخل مؤتمر زي ده او جورنال علميه، الجورنال دي بنفس الكيفيه هي مرفوعه على النت عند الاي تريبل، يعني الاي تريبل اي برضو عامله لها كريدت، تمام، ومعروفه. وهنقول حاجتين كمان على المجله، يعني انا اتكلمت دلوقتي عن مؤتمر عشان اعتماد الجهات الايه الرائده في مجال التخصص. في حاجه في المؤتمر قلت اقولها برضو هنت كده، ان ويمكن دي اي تريبل اي برضو فورمات بياخدها في الاعتبار في الريفرنسز. لما باجي مؤتمر ملوش رقم ايداع، مش منشور، مش متاح بره غير هنا، هنا بنقول ان انا البيبر دي عملتها في مؤتمر كذا 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 وبعملها في الريفرنس. غلط، بره ما بيعترفوش بالكلام ده، بره ليهم 3 4 معايير عشان تخلي المؤتمر ريفرنسد في الريفرنسز بتاعتك، عشان تخليه سايتد لو ليه رقم ايداع موجود حاجه زي اي تريبل اكسبلور بتقول ان ان بروسيدنجز اوف، موجود في مجرد ابحاث المؤتمر. وعلى فكره بروسيدنج هنا انا اسف ان انا مكتوبه غلط، هي بي ار او سي بس دوت نقطه in proceedings of، بتقال الايتاليك وبيتقال اسم المؤتمر بعدها regular. لو ملوش اي حاجه، يعني ملوش اي اعتماد من الاي تريبل اي، ملوش اي او اي جهه ثانيه يعني، او ملوش اي اعتماد، ملوش رقم ايداع، فبتحط presented at مش in proceeding of، يعني كانك عملت presentation قصاد الناس وبس. كفانا فخرا ان اي 16 اور لازم السنه اللي فاتت ليها رقم ايداع دولي، يعني لما حضرتك هتيجي ترجع البيبر بتاعتك اللي انت نشرها في اسين اور لايفز السنه اللي فاتت والسنه دي، هتقول بيبر ان بروسيدنجز اوف فورث انترناشونال كونفرنس اون اي سي تي ان اور لايفز 2014. اعتبار الرابع، وده اهم اعتبار فيهم بصراحه في اختيار المكان اللي بنشر فيه، الامباكت فاكتور، اهميه نسبيه، او ان هي تكون اعلى تقييم في مجال التخصص. اهم حاجه ان هي تكون في مجال التخصص، ما ينفعش ان انا ابقى بعمل ريسيرش في الاي تي واروح انشره في جورنال او في كونفرنس بيتكلم في وات ايفر يعني، تمام. لازم يكون في مجال التخصص، ولازم يكون مستوفي كل المعايير اللي قلتها قبل كده، وفي نفس الوقت يكون لو جورنال يبقى فيه امباكت فاكتور. ايه امباكت فاكتور ده؟ امباكت فاكتور ببساطه معايير التاثير، ده بيتحسب بطريقه بسيطه، عدد مرات الرجوع للبحث خلال سنتين لاجمالي الابحاث المنشوره في نفس الجورنال. يعني انا مثلا عندي ام اي كوارترلي، الام اي كوارترلي على الرغم ان هي مثلا 4 ايشوز في السنه كوارترلي، الا انها الاعلى امباكت فاكتور في الاي تي وفي الاي اس،
يعني اربع ايشو بس في السنه، واخدت 9 أضعاف معامل التاثير بتاعها. يكفي ان انتوا تعرفوا ان دي بقى النقطه اللي هتكلم فيها. الدوريات المصريه امباكت فاكتور لو حسبته لها هلاقيها 0.0 مش عارف كام. طب لما تيجي تنشر، تيجي تنشر في ايه؟ امباكت فاكتور اقل 1 أو 0.8. يعني ايه 1؟ يعني انا نشرت 300 بحث السنتين دول كمجله، عدد مرات الرجوع للابحاث اللي انا نشرتها في المجله، مش انا كشخص، انا قصدي المجله يعني، عدد الابحاث اللي اتنشرت في المجله 300 بحث، عدد مرات الرجوع للابحاث اللي اتنشرت في المجله 300 مره. متصورين؟ يعني تقريبا كل بحث ترجع له مره. ممكن ابحاث ما يكونش ترجع لها من اصله، ممكن ابحاث ترجع لها مرتين، تمام؟ بس بيحصل ايه؟ تريد اوف. تعالى نبص نلاقي الام اي اس كوارتلي متراجع للابحاث دي 900 مره، 9 أضعاف. ليه؟ امباكت فاكتور 8.9. متصورين؟ لما انت تروح تنشر ما تخبط على دوريه علميه، لازم تدور امباكت فاكتور الاعلى. انا ما بقولش انت هتقول امباكت فاكتور 2 3 4، بس لازم يكون ان هو الاعلى. في ناس طلبت ان الامباكت فاكتور ده يبقى 5 سنين بدل سنتين، بس لازم يبقى فيه طريقه المقارنه تبقى واحده. طيب هندخل في المحور الثاني النهارده، اليه التواصل. اعرف ازاي ان في مؤتمر، في كونفرنس، او في جورنال بتعمل كول فور بيبرز. عندي اليه التواصل بيني وبين الجهه المنظمه للكونفرنس او الجهه الناشره للجورنال، وفي نفس الوقت لازم يبقى عندي اليه تواصل بيني وبين الباحثين التانيين. اليه التواصل بيني وبين الباحثين، دلوقتي في حاجه اسمها شبكات تواصل علمي. كان زمان اول يمكن الشبكات دي الاس اس ار ان، يمكن لو حد يسمع عنها، من 15 18 سنه كانت موجوده، اللي هي السوشيال ساينس ريسيرش نتورك، ودي كانت بتجمع الباحثين في نفس المجال، بتدي الابستراكت، وساعات بيبقى البحث نفسه متاح، بنرجع للباحث نبعت له ميل، ابعت لنا البحث لو سمحت، فبيبعته لنا. دلوقتي بقى في شبكات تانية، شبكات زي الفيسبوك بالظبط، بيبقى ليها اي دي وليها ايدنتيتي فيه كباحث، وليا انا بشتغل فين وابحاثي ايه والانترستس بتاعتي ايه والابحاث بتاعتي ايه. الامثال دي الاكاديميا والريسيرش جيت، وعندي الميثود سبيس وحاجات كتيره، بس على الاقل لازم يكون لي ايدنتيتي على واحده من دول. انا ممكن اطلب من الباحث البحث بتاعه اللي هو اصلا مدفوع في مكان تاني، هو بيديهولي فري لاني باحث زيه. لو على الفيسبوك في صفحات بحث علمي المفروض نعمل عليها لايك، هيجي النيوز فيد بتاعتها. لو في جروبس للبحث العلمي لازم اعمل جوين ليها عشان اعرف المستجدات، الكول فور بيبرز، الكونفرنسز، والكلام ده كله. في نفس الوقت لو ان في جورنال معين عاجبني ومهتم بيه جدا واخده كريفرنس في حاجات كتيره قوي، لازم ان انا اعمل ريجستريشن عليه عشان يبعت لي النيوز ليتر بتاعته، ان انا ابقى في الميلينج ليست بتاعته. اول ما يبقى في ايفنت عنده يبعت لي يقول لي، اول ما يبقى في مستجدات يقول لي، اول ما يبقى في ايشو جديد يقول لي، اول ما يبقى في كول فور بيبرز يقول لي برضه. طب نيجي للتوبيك المهم اللي معظم الناس عايزين يسمعوه، اقدر اعمل ازاي ابقى احسن من الرساله؟ الابحاث يا اما تطبيقيه يا اما نظريه. التطبيقيه انا اكيد طبقت بريسيرش مثلا موديل، الريسيرش موديل ده ابسط الامور هاخده واعمل منه البيبر بتاعتي. ازاي؟ هنقول. طب لو نظري، وده الاصعب، انا البيبر بتاعتي فيها ثيوريتيكال فاونديشن للموديل ده، وانا ماشي في وصول الرساله لغايه ما اوصل للريسيرش موديل. عاده بتكون يا مجموعه من الفريم وركس في كومباريزون ما بينهم، يا اما فريم ورك نقدر نقول عليه ايه يعني، مجمع، يعني نقدر نقول اطار شامل، يعني مجمع كذا اطار في بعض. لو الكومبريهنسيف بالظبط، لو دخلنا في الكومباريتيف فريم وركس، كل فريم ورك منهم اقدر اعمله في بيبر لو ينفع، لان ممكن اللوجيك يقول لي ما ينفعش ده يتعمل لوحده خلاص، ده بقى اوت اوف ديت. ممكن اعمل حاجه كمان، ان انا اعمل بيبر مجمع كل فريم وركس دول، بس لازم اقف عند نقطه، ما اقفش عند اطار مقترح واقف من غير تطبيق. ده بيعيب البحث العلمي، ان انا اوصل قبل الفريم، قبل الاطار المقترح بتاعنا، قبل الفريم ورك بتاعي. لازم اقول ان الريسيرش ترندز اللي عملت كونتريبيوشن في الفريم ورك بتاعي كذا، واقف عندها كفايه، عشان ما احرقش بحث تاني ممكن اعمله بالفريم ورك بتاعي، لان انا حابني الفريم ورك بتاعي. طب ده هيفيدني بايه؟ ان انا لما اجي اعمل الفريم ورك بتاعي هاخد البيبر اللي انا عملتها اول واحده واخدها كمرجع. ادي اول سايتيشن ليه، انا برجع لنفسي. صحيح في الامباكت فاكتور بيستبعدوا الحاجات دي، بس انا بقيت باحث ليا منشوره بيبر وسايتد، انا عملت سايتيشن لنفسي، تمام؟
حددت الايدنتي بتاعتي. ممكن واحد اخد اخر بيبر انا عملتها بس في الريفرنس لقى بيبر اللي هي اللي انا عاملها اولانيه عجبته، يبقى انا خليته هو يبقى سايتد برضه، عمل لي السايتيشن، هو نفسه عمل لي السايتيشن من اخر بيبر. ممكن ما تكونش البيبر بتاعتي الاخيره هو بص عليها وما عجبتوش لكن عجبته الاولانيه، ممكن عجبوه الاثنين فعملت سايتيشن الاثنين. كمان لما بيبقى فيه كومبريهنسيف فريم ورك، الكومبريهنسيف فريم ورك ده صعب فصله. طب لو قدرت افصله كل جزئيه ممكن اعملها بيبر، لكن لو صعب افصله اخد الكومبريهنسيف فريم ورك اللي انا عملته واخليه يعني اخلي كل جزئيه فيه كشكل كانها بيبر لوحدها، فرعيه لوحدها في بيبر. الفرعيه دي ممكن اعملها ديفلوبمنت اتعمل بيها فكره بيبر تاني. انا عملت كده في بيبر عندي انا الكومبريهنسيف فريم ورك بتاعي كان في الماستر اي تي بالانس سكور كارد، بطبق بدخل فيه التكنولوجي اكسبتنس. دكتوره غاده مشكوره السنه اللي فاتت عملت بيبر عندها الكومبريهنسيف فريم ورك اوف اي تي بالانس سكور كارد كفكره من جزء من الفريم ورك بتاعي. السنه دي عامل نفس الفكره برضو فكره صغيره من الكومبريهنسيف فريم ورك بتاعي اللي هو التكنولوجي اكسبتنس، اخدها السنه دي وعامل بيبر بيها. عمليه سهله مش صعبه. انا عملت بيبر، فلما بعمل بيبر بيبقى فيه كذا فرعيه عندي جوينت ما بين ده وما بين ده، بعمل موديفيكيشن فيها خفيف، قللت المجهود بتاعي للتلتين، يبقى عملت كذا بيبر بتلت مجهود في كل واحده فيها سي او ان كان. لو عملت دراسه تطبيق هاخد الفريم ورك واطبقه خلاص خلصنا، لكن لما اجي اعمل نظري اجي انا بميز ما بين الاب ستريم قبل الفريم ورك بتاعي والداون ستريم، الداون ستريم ده بعد الفريم ورك. انا حاجه ممكن اكون عامل بيها فيوتشر ورك واخدها انا اشتغلها، ممكن اشايف اكستنشن الفريم ورك بتاعي، ممكن بعد ما انا ناقشت انا بقالي مثلا 5 سنين مناقش، ال5 سنين دول حصل مستجدات، المستجدات دي خلتني افكر في فكره تعمل ماتشنج مع الفريم ورك تعمل لي اكستنشن، عملت وماله هينفع. طب الابستريم كل الريسيرش بوينتس او الريسيرش ترندز او الريسيرش يعني ستريمز اللي هي كونتريبيوت للفريم ورك بتاعي اقدر اخد كل واحد فيها واعمل ثيوريتيكال فاونديشن ليه لوحده من غير ابلكيشن. ويكفي ان احنا نعرف ان الثيوريتيكال فاونديشن دلوقتي رجعت تاني الدوره، ان الثيوريتيكال فاونديشن في الريسيرش اهم دلوقتي بقى من الابلكيشن. بره بقى بيهتموا جدا في الجورنالز بالثيوريتيكال فاونديشن، على غير الناس بيعتقدوا ان لازم عشان انشر في جورنال لازم يبقى فيه ابلكيشن. بالعكس دلوقتي بقى بيقدروا جدا الثيوريتيكال فاونديشن، بس ايه مش ثيوريتيكال فاونديشن للاندر جراديويت، انا ما بعملش كتاب، انا بعمل ثيوريتيكال فاونديشن لواحد عايز يرجع لحاجه يقدر يعمل منها بحث علمي فيما بعد. تمام؟ ف تقريبا انا غطيت كل الافكار في الشورت. انا خلاص كده، انا اللي عايز اقوله ان الافكار عمرها بتخلص. انا باحث المفروض ابقى صياد، الافكار عامله زي العصافير، وانا المفروض البندقيه بتاعتي معايا جاهزه عشان اعمل شوتينج للعصفور اللي بيحمل الفكره وقت ما اشوفها، مش بعد كذا سنه يكون بقت اوت اوف ديت والافكار دي بقت خلاص اكسبايرد وابتدي انا افكر في فكره انا فكرت فيها من 5 سنين. يبقى انا كده ضيعت الايدنتيتي بتاعتي كباحث، انا بكرر ناس تانية مع ان الفكره كانت فكرتي اصلا. ومع ذلك هبقى انا خرجت بره الاطار السليم للبحث العلمي اللي هو انوفيشن وكرييتيفنس وكونتينيوتي، لازم ابقى فيه كونتينيوتي. يعني انا حتى لو فريم ورك قديم انا عايز احدثه، طب بلاش، في ممكن اعمل كومنتري على حاجه انا شايف ان في بقيت في الجزئيه دي كويس جدا، شايف ان هو بنى الموديل بتاعه غلط، ايه المانع ان انا اعمل كومنتري؟ ان انا اقول له خلي بالك انت الفريم ورك ده كان المفروض يتبني بطريقه ثانيه، لان الثيوريتيكال فاونديشن انت بني بيها غلط. وانشرها بيبر منشوره. والكومنتري دي ليه حق يعمل ريبلاي عليها. زي ما كنا بنشوف زمان كومنتري وريبلاي وبعدين يعني ريبلاي ثانيه على الريبلاي بتاعي، فالعمليه مستمره. بس احنا اللي قافلين على نفسنا، لازم نتفتح شويه. لازم نعرف الدنيا بره ماشيه ازاي، لازم ما نبقاش يعني حاطين نفسنا في الجزء المظلم من الاوضه، لازم ننور الاوضه ونفتح الدنيا ونشوف الدنيا النور بتاعها واصل لنا ازاي ونستفيد منه. ولازم في الاخر ان احنا نبقى مصدر ضوء ننور بيه بره الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. وده يعني
اقل حاجه المفروض ان احنا نعملها. احنا في جامعه عريقه، اساتذتنا كلهم علمونا، واحنا للاسف ما وصلناش بالتعليم بتاعهم للمرتبه اللي المفروض احنا كنا نوصل بيها. لكن انا كل الافكار اللي عندي وكل اللي وصلت له سببه اساتذتي، وهفضل قديم بالفضل ليهم والشكر ليهم وزمايلي، ان كل واحد فيهم كان ليه فكره، كان ليه فيه راي وفي افكار. يمكن استاذه يعني عزيزه وزميله عزيزه الاستاذه فايقه ليها افكار رهيبه، يعني يا ريت كلنا نستفيد منها. وبشكركم جميعا، ولو في اي تساؤلات. شكرا محمد.